بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أعزائي متربسي ومتمهلين معهد المصالحة، نبقى دائما في عملية رسم المقطع العارضي النموذجي للطريق. وفي هذه الحالة سوف ندرس حالة ما إذا كان لدينا مقطع عارضي نموذجي لطريق سريع أو طريق سيار مثلا، يكون متميز عن طريق العادي بوجود مدعى بالتي بي سي لوتار بلان سنترال، لوتار بلان سنترال كما هو موضح هنا في الصورة. فهنا لدينا مقطع عارضي نموذجي يتميز بهذه الصفات. إذا هنا الطريق هنا الطريق كما ترون سيباري افيك ان تي بي سي، فيها تميز بالتي بي سي. عرض الطريق الأيمن 7.5، الأيسر كذلك 7.5، مع وجود اكتئاف الطريق عرضها 1.5، مع وجود إمبرم هنا في هذه الحالة، بارم خاصة بالرومبلي وكذلك بارم خاصة بالديبلي، مع وجود فوسي تميز بعرض كلي قدره 1.5، مع وجود كذلك إمبرم خاصة بالديبلي قدرها 0.5 متر، وطالي وميل الحفر قدره 1/1 أنه 100%، وميل الردم 67% أي 3/2، أي كل 3 متر أفقي على 2 متر عمودي. نفس الطبقات باسم الطريق التي شاهدناها في المقطع العرضي السابق. إذا نحاول رسم هذا المقطع العرضي النموذجي الخاص بطريق سيار أو طريق سريع بواسطة برنامج بيست. إذا نذهب إلى برنامج بيست، ومن ثم إلى القيام بعملية أوفرير وليس نوفو. فهنا لدينا نفس المقطع، نفس المقطع العرضي، ملف المقاطع العرضية النموذجية، ونصم فيه مقطع عرضي نموذجي ثاني. إذا نقول أوفرير، ومن ثم نذهب إلى بروفيل تيب، ثم إلى البروفيل تيب الخاص بنا. فهنا نقوم بإنشاء بروفيل تيب ثاني أو ثالث مثلا، هنا ثاني اثنين عدنا، إذا نقوم بإنشاء بروفيل تيب ثالث تي 3، ونقول هنا كري، ثم أذهب إلى كوبي ونقوم بنسخ خواص البروفيل الأول الذي أنشأناه مؤخرا. إذا نحاول إدخال نفس الخواص ولكن ببعض التغييرات. إذا هنا في البلاتفورم ندخل عرض الشخصي قدره 7.5 كما هو موضح في الرسم البياني السابق، ولدينا 7.5. الأكوتمو قدره 1.5، إذن نفس قيمة أكوتمو المثال السابق. يوجد أمر لم نوضحه في الفيديو السابق، وهو كون لوديفر مين لوديمين. كما قلنا سابقا لوديمين البروفيل انترافير تيب يدخل هنا افيك ان ديمين لوديفر مينيمون. وديمين في حال مشروعنا نحن الذين انجزناه معا في الدرس النظري هو 2.5، وقلنا ان الديمين يستخرج من الجدول الخاص به. يرجى الرجوع الى الدروس النظريه ومحاوله رؤيه كيف اخرجنا الديمين بواسطه استعمال الجدول. اذا هنا نستطيع تغيير ديمين من خلال هذه الايقونه ديفر. هنا في حاله مشروعنا عندنا 2.5% للخارج انه ديفر بالاستيريور، ونستطيع تبديله وتغييره من هذه الايقونه ثم نضغط على اوكي. نكمل او نواصل ادخال مختلف خواص مشروعنا. فهنا لدينا حاله خاصه وهي حاله وجود التي بي سي في مشروعنا. فادخال التي بي سي يجب ادخال المسافه التي تفصل محور الطريق على نقطه بدايه دوران الديفر، محور الطريق على نقطه بدايه دوران الديفر. فهنا لدينا ان تي بي سي قدره 2 متر، اذا نصف المسافه هو 1 متر،
فيجواليزي. فهنا أخبرنا البرنامج أنه يقوم بتغيرات أو برسم مختلف تغيرات الديفار من هذه النقطة إلى اليمين، يعني هنا لن يغير الديفار، هو خاص بالتي بي سي كما هو معلوم، فالتي بي سي لا يخضع إلى الديفار، فقط الأرضية الشوسي التي تخضع إلى الديفار. إذن نقوم بفتح المدار هنا أو بإنشاء مسافة تعد نصف التي بي سي، فالتي بي سي هنا قدر ب 2 متر، إذا نصفها هو 1 متر. من خلالها يتم تبيين النقطة التي من خلالها يبدأ دوران الديفار. هنا من تل بلاس مطران نقوم بإدخال نصف المسافة كذلك من خلال L، وكذلك لابونت اختياري إذا كنت أردت تركها صفر أو تغييرها مثلا بأنديفال معين، مثلا نقول ناقص 4 أو زائد 4%، 4%، وذلك لتجميع المياه المتراكمة هنا في التي بي سي إلى هذه النقطة. ثم نضغط على أوكي. من القائمة أسيس نقوم بإدخال الإبيسود الخاص بالتي بي سي، ثم هنا نضغط على واحد، نقوم بإدخال قيمة واحد، ثم لابونت ناقص 4 كما أدخلناها في الأول أو 4، فقام هو هنا برسم لالين أسيس موازية لالين تي بي سي. أوكي. من الفورم نقوم ب هذه العملية، إذا هنا لالين فورم يجب أن تكون هنا غير متصلة تحت تي بي سي، فيجب أن تكون هنا مقطوعة بهذه الصفة، إذا نقوم هنا بإنجاز لالين فورم، إذا 0.18، ونقول مثلا بإمداده ب0.01 ومع ميل قدره 100%. فكما ترون هنا قام بحد لالين التي تفرق لاباز على الفونداسيون كما هو موضح في الرسم البياني، باز وفونداسيون مفروقين بخط هنا مائل ب100%. هنا هذه القيمة للقطعة المستقيمة هذه لا نستطيع إدخالها لأن برنامج بيس أتاح لنا فقط خط واحد لإنجاز الخط المائل هذا. إذن نقوم بتطلع أوكي، ثم نذهب إلى باس، وفقط هنا نقوم بالقيام بهذه العملية، هنا إدخال 9999 لأنه زاوية قائمة هنا لكي نحده هنا بشكل قائم، فيجواليزي ثم أوكي. إذن هنا قام برسم خط مائل هنا للتفريق بين لاكوش دو فورم وفونداسيون على لاكوش دو باس، ومن ثم كوش دو باس قام بحدها هنا بطريقة مباشرة، لأنه لو قمنا بحدها بطريقة مائلة فلن نجد النقطة التي سلق فيها طبقة مع طبقة، طبقة الباز مع طبقة الفونداسيون، إذن قمنا بحدها مباشرة بصفة قائمة هنا. إذن لاكوش دو رولمون يقوم بحسابها تلقائيا برنامج البيست. أوكي. إذن هذه الطريقة المعتادة والشائعة في إدخال مختلف تفاصيل أرضية أو المقطع العرضي لطريق سيار أو طريق سريع. شكرا لكم.